بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نحمد الله تعالى ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، إذ بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر الصيام، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر تفتح فيه الجنان وتغلق فيه النيران وتصفد فيه مردة الشياطين. نحمده تعالى ونشكره على أن أطال في الأعمار وتفضل بالخيرات وتكرم بالآلاء والنعماء، ونسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو الدرس الأول من دروس المسجد الحرام، وهو يتعلق بأحكام أقسام الناس في الصيام، هذه العبادة العظيمة التي فرضها الله سبحانه وتعالى علينا، وهي الركن الرابع من أركان الإسلام. الناس فيها على أقسام، وبيان ذلك بارك الله فيكم وحفظكم ووفقكم كما يلي: القسم الأول هو من يجب عليه الصيام، وهو المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع التي تمنعه من الصيام. فيجب عليه صوم رمضان أداء في وقته لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر الله سبحانه وتعالى الذي يجب على كل مسلم عاقل بالغ قادر أن يبادر لامتثال أمر الله سبحانه وبحمده. وقال صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على صحته عند الإمامين البخاري ومسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا. وأجمع المسلمون على وجوب الصيام أداء على ما ذكر. أما الكافر فهو ضد المسلم، فلا يجب عليه الصيام ولا يصح منه، لأنه ليس أهلا للعبادة. فإذا أسلم في أثناء شهر رمضان لم يلزمه قضاء الأيام الماضية، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وإن أسلم في أثناء يوم منه لزمه إمساك بقية اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. فالكافر لا يصح منه الصيام، لأنه لا دين له ولا ذمة له، وإنما الصيام واجب على المسلم. القسم الثاني من الذين لا يجب عليهم الصيام هو الصغير، فلا يجب عليه الصيام حتى يبلغ، لقول النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكفر، وعن المجنون حتى يفيق. لكن الصغير لوليه أن يأمره بالصيام ما دام يستطيع، تعويدا له وتمرينا له على طاعة الله تعالى. فإذا أطاق الصيام الصغير دون مشقة تلحقه ودون تعب بين يظهر عليه، فإنه يؤمر بالصيام تمرينا له وتأليفا له على هذه العبادة العظيمة، ليألفها بعد بلوغه اقتداء بالسلف الصالح رضي الله عنهم. فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون إلى المسجد
فيجعلون لهم اللعبة من العهن، والعهن هو الصوف أو نحوه، فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم اللعبة يتلهون بها، رضي الله تعالى عنهم. وكثير من الأولياء اليوم يغفلون عن هذا الأمر ولا يأمرون أولادهم بالصيام، بل إن بعضهم يمنع أولاده من الصيام مع رغبة هذا الصغير في الصيام، يزعم أن ذلك رحمة بهم، والحقيقة أن رحمتهم هي القيام بواجب تربيتهم على شعائر الإسلام وتعاليمه القيمة، فمن منعهم من ذلك أو فرط فيه كان مخطئا لهم ومخطئا وعلى نفسه وعليهم. نعم، إن صاموا فرأى عليهم ضررا بالصيام فلا حرج عليه في أن يمنعهم حينئذ أو أن يفطرهم ولا يلزمهم بإتمام هذا اليوم. فالصغير لا يجب عليه. متى يجب على الصغير الصيام؟ إذا بلغ الذكر أو الأنثى. وبلوغ الذكر يتحقق بواحد من أمور ثلاثة: إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، متفق عليه. ويحصل أيضا بالأمر الثاني، وهو نبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن ينبت حول القبل، ينبت حول القبل، لقول عطية القرظي رضي الله عنه: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو أنبت عانته فقتل ومن لا ترك، رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. الثالث من العلامات التي يتم بها البلوغ بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني للقتال، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت، رواه الجماعة. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته الحديث، فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير، رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر، لكن الأنثى تزيد بأمر رابع ألا وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف وإن لم تبلغ 10 سنين. وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب، أي من أهل وجوب الصيام، ولا يلزمه قضاؤه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك، لأنه في وقت وجوب الإمساك الفجر لم يكن ممن يجب عليه الصيام لعدم البلوغ، ولكنه بعد أن بلغ في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك، لأنه أصبح الآن ممن يجب عليه الصيام، والله أعلم. القسم الثالث من الذين لا يجب عليهم الصيام، وهو ضد العاقل الذي قلنا أنه يجب على المسلم البالغ العاقل، وضده المجنون، والمجنون هو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام لما سبق من قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 الحديث، وذكر منهم المجنون حتى يفيق.
ولا يصح منه الصيام لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، والعاقل لا والمجنون لا عقل له حتى يدرك النية للعبادة التي يريدها، فلا تصح العبادة إلا بنية، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يصح أن الإنسان يصوم أو يأتي أي عبادة بدون أن ينوي هذه العبادة. فمثلا الصيام إن كان فرض فلا بد أن تعقد النية في قلبك من الليل بأنك تصوم شهر رمضان، والنية بالمناسبة لا يلزم أن يكون لكل يوم النية بأن ينويها قبل الفجر، وإنما بالإعلان بدخول الشهر فإنه ينوي صيام الشهر كاملا، وبهذا تتحقق نية صيام الفرض. ومثله يفرق بين الفرض والنفل بأن ينوي مثلا صيام النفل كاثنين وخميس أو كأيام البيض أو كصوم يوم عرفة أو أيام الست أو نحو ذلك. الشاهد أن المقصود بهذا هو أن يكون لديه نية يحدد بها هذا الصوم، يحدد بها هذا الصوم، فالمجنون لا عقل له حتى يحدد الصيام بنيته، والله أعلم. فإن كان هذا الإنسان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره، لأنه نوى الصوم وهو عاقل بنية صحيحة، ولا دليل على البطلان، خصوصا إذا كان معلوما أن الجنون ينتابه في ساعات معينة. وعلى هذا فلا يلزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه الجنون، وإذا أفاق المجنون أثناء نهار رمضان ولزمه إمساك بقية يومه لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه كالصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم. إذا المجنون أفاق في أثناء النهار وهو لم يمسك طبعا لأنه لا عقل له في البداية وقت الإمساك، فإنه يلزمه أن يمسك بقية هذا اليوم كما هو الحال بالنسبة للكافر إذا أسلم وللصبي إذا بلغ. وكذلك من يغمى عليه، إذا أغمي عليه لمرض أو نحو ذلك فإنه لا يفسد صومه بالإغماء ولا يلزمه القضاء، ولكن إذا أفاق وجب عليه أن يمسك بقية يومه. القسم الرابع من أقسام الناس في الصيام الهرم، الرجل الذي بلغ الهذيان أو المرأة التي بلغت الهذيان، وهو الخرف، وهو وسقط تمييزه فلا يعرف الأشياء من حوله، لا يفرق بين الليل والنهار، ولا يفرق بين أولاده، ولا يعرف من حوله، ولا يعرف الأوقات، فهذا يعتبر في حال هرم وهو الهذيان وما يسمى بالخرف. فإذا بلغ هذه الدرجة أو هذه المرحلة سقط تمييزه فلا يجب عليه الصوم، ولا يجب عليه فدية الصوم أيضا لأنه غير مكلف لسقوط التكليف عنه بزوال تمييزه، فأشبه الصبي قبل التمييز فإن كان يميز أحيانا ويهذي أحيانا وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه، والصلاة كذلك كالصوم، لا تلزمه حال هذيانه وتلزمه حال تمييزه. فالإنسان الذي يميز أحيانا ويغيب عقله أحيانا وتغيب ذاكرته
هذا في حال غياب الذاكرة وحصول الهذيان والخرف لا يجب عليه الصيام. فإذا زال في أثناء النهار وجب عليه أن يمسك بقية يومه ولا يلزمه قضاء هذا اليوم. فإذا استمر على حال طيبة استمر الوجوب عليه بالصيام، استمر الوجوب عليه بالصيام. القسم الخامس، العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله، كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه. هو في عقله ولكنه كبير وعاجز لا يستطيع الصيام، إما لكبر وإما لمرض، إما لكبر وإما لمرض. العقل موجود ولكن القدرة البدنية متعذرة، متعذرة عن الصيام، فهو لا يستطيع الصيام لضعف بدنه من بسبب الكبر أو بسبب المرض. والمريض هذا الذي نتحدث عنه هو المريض الذي لا يرجى برؤه، أما الذي يرجى برؤه فله أحوال أخرى يأتي بيانها. فالمريض الذي لا يرجى برؤه هو الذي يعتبر عاجزا عجزا مستمرا، فلا يجب عليهما الصيام، أي الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه لأنه لا يستطيعه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال عز من قائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن يجب على كل منهما أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإطعام معادلا للصيام حين كان التخير بينهما أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عن الصيام عند العجز عنه، لأنه معاد له، أي معادل له، لأنه معادل له. فإذا هذا المريض العاقل لا يستطيع الصيام، أو هذا الكبير العاقل لا يستطيع الصيام، وهذا الكبير يفرق عن الحال التي قبلها القسم الرابع الذي بلغ الهذيان، لكن هذا الكبير في هذا القسم هو في عقله ولكنه عاجز عن الصيام، ولكنه عاجز عن الصيام للكبر وضعف البدن، وكما هو الحال بالنسبة للمريض. فهذان القسمان يجب عليهما، يجب على كل منهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا، والإطعام هو بمقدار مد من البر أو نصف كيلو من الأرز. يخير في الإطعام بين أن يفرقه حبا على المساكين، ولا بد أن يعطى للمساكين، ويعطى أيضا في بلده، هو الأفضل أن يعطى لمساكين البلد العاجز عن الصيام، بلد العاجز عن الصيام. فيخير بين أن يفرقه حبا دون أن يكون مطبوخا بمقدار مد من البر ربع الصاع النبوي، ووزنه نصف الكيلو وعشرة غرامات بالبر. وبعض أهل العلم وهو الأحوط قالوا إنه كيلو ونصف، لأن الصاع 3 كيلو على ما أفتى به سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، فقال الصاع النبوي هو 3 كيلو. فإذا أراد أن يطعم فإنه يطعم كيلو ونصف عن كل يوم لم يستطع الصيام، فيكون عن الشهر كاملا 45 كيلو. يكون الإطعام عن الشهر كاملا إذا كان 30 يوما 45 كيلو من الأرز. هذا إذا كان يريد أن يدفعه نيئا غير مطبوخ.
أما الحالة الثانية فإنه له أن يصلح طعاما، فله أن يصلح طعاما فيدعو إليه المساكين بقدر الأيام التي عليه، بقدر الأيام التي عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا، كل يوم مسكينا خبزا ولحما، وأفطر رضي الله عنه، وأفطر لعجزه عن الصيام مع بقاء عقله. فإنه يصنع الطعام للمساكين ويطعمهم، سواء كان في أول الشهر أو في نصفه أو في آخره، أو فرقه على أيام الشهر أو فرقه على أيام الشهر، وسواء أطعم مسكينا كل يوم بعدد أيام الشهر أو أطعم 30 مسكينا. المهم أن يطعم عن كل يوم مسكين، ولو تكرر الإطعام لمسكين واحد في كل يوم من أيام رمضان فلا حرج إن شاء الله، فلا حرج إن شاء الله. بخلاف كفارة اليمين، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين نص من القرآن الكريم أن يكونوا 10، فلا يجوز لمن يكفر كفارة اليمين أن يطعم مسكينا 10 أيام، أن يطعم مسكينا 10 أيام كفارة يمين. إنما الواجب على من يكفر كفارة يمين أن يطعم 10 مساكين كما نص ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على ذلك. فالإطعام بالنسبة للكفارة اليمين 10 مساكين. أما بالنسبة لكفارة إطعام ترك الصيام للعجز مع وجود العقل، للعجز من كبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. فلو أطعم مسكينا واحدا الشهر خلال أيام الشهر، كل يوم يطعمه يفطره لمدة لكامل الشهر، فإن ذلك يجزئه كفارة عن تركه الصيام. أو دعا مساكين بعدد أيام الشهر، أو جزأها على 10 مساكين، كل مسكين يطعمه 3 أيام أو نحو ذلك، فالأمر في ذلك واسع بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة: لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، رواه البخاري. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن يسر لهم الخير، شرع لهم العبادة وأمرهم بأدائها حال القدرة وجوبا في الأداء وأداء واجبا عليهم، ولكن في حال العجز، في حال العجز وعدم القدرة، في حال العجز وعدم القدرة فقد أتت الرخصة الإلهية من الرحمن الكريم أرحم الراحمين، الذي شرع ويسر، الذي شرعه مبني على التسهيل والرحمة، وعلى الرحمة وعلى الإتقان والحكمة. أوجب كل شيء، أوجب ما أمر به من عبادة، ثم شرع لهم ما فيه الفسحة في حال عدم القدرة والاستجابة لعارض شرعي منعه من أداء هذا الواجب، رحمة بعباده سبحانه وتعالى. هذه بعض أقسام الناس في الصيام، وبقي جزءا من هذه الأقسام سنتناوله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بمشيئة الله. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم
لعبادته على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام هذا الشهر الكريم وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا ممن قدر المولى تعالى حق قدره على ما شرع ويسر وتفضل به على عباده من الخير، وأن يثبتنا على الحق والهدى، وأن يجعلنا من الحامدين الشاكرين الذاكرين المستغفرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.